نادي الوداد سيعلن خلال أيام قليلة عن 4 صفقات جديدة تم إنجازها بشكل رسمي، وهناك صفقة خامسة في الطريق، ومكوينا يكشف عن هدفه الأول مع الوداد، و4 مباريات ودية قوية في الفترة 2024-2025 بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي رولاني مكوينا. إدارة نادي الوداد برئاسة هشام أيت منا أعلنت أنها ستعلن عن الصفقات الجديدة للفريق بنهاية الأسبوع الحالي، وقبل استئناف الفريق تدريباته استعداداً للموسم الجديد بعد الاتفاق النهائي مع 4 لاعبين جدد، وهناك لاعب خامس في الطريق. موقع لو 360 المغربي أوضح أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقات الجديدة لنادي الوداد عبر الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، وذلك استعداداً للسفر إلى مدينة أنطاليا في تركيا لخوض معسكر إعداد للموسم المقبل. وسيكون الرباعي الموريتاني محسن بودا وأيمن الديراني ومحمد مفيد وجواد خلوق هم صفقات الوداد الجديدة، وقد توصلت معهم إدارة النادي البيضاوي لاتفاق نهائي بشكل انتقالهم للفريق. كما طلب رولاني مكوينا من هشام أيتمنى ضرورة إنجاز صفقة أسامة بوقرة جناح فريق الترجي الرياضي التونسي والتعاقد معه سريعا لضمه لقائمة الوداد المسافرة إلى تركيا لخوض معسكر الاستعداد للموسم المقبل. وكشف موقع كورة عن مصدر قريب من يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي عن حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن عودته لناديه السابق الوداد. يحيى عطية الله صاحب 29 عاما يتواجد حاليا في مسقط رأسه في مدينة أسفي حيث يمضي إجازته، وقال مصدر لكورة إن يحيى عطية الله لم يفاوض الوداد ولم تلقى أي عرض ليعود لصفوفه، وصفحته مع النادي البيضاوي طويت الموسم المنصرم بتسوية مستحقات كل جانب. كما أن عطية الله لا يفكر إطلاقاً في العودة للعب مجدداً بالدوري المغربي، ولديه عروض من أندية عربية وأوروبية، ويفضل التركيز حالياً على إجازته، وبعدها سيحسم قراره ووجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي. كما استقر الجنوب إفريقي رولاني مكوينا مدرب فريق الوداد على البرنامج التدريبي الذي يراهن عليه لإعداد لاعبيه بشكل جيد لإعادة النادي لمنصات التتويج وفقا لموقع لو 360 المغربي. وسيخوض الوداد مباراة ودية أمام فريق أعزام يونايتد التنزاني يوم 29 من الشهر الجاري قبل التوجه إلى تركيا لإقامة المعسكر الإعدادي تأهبا للموسم الرياضي المقبل، حيث من المنتظر أن يواجه ودياً كل من فنربخشة الذي يدربه جوزي مورينيو المدرب البرتغالي المخضرم، وأنطاليا سبور وترابزون سبور وديا خلال معسكر تركيا. كما تحدث مكوينا في آخر تصريحاته لموقع نادي الوداد وأكد على تحمسه للعمل مع ناد كبير مثل الوداد الذي ينافس دائما على الألقاب القارية، وأنه سيعمل على إضافة بطولات جديدة للنادي أبرزها